يقول السائل: أنا مقيم في المملكة لفترة محدودة، مع العلم أنني آتي من مكان بعيد وأديت العمرة لنفسي، وكوني أقضي إجازتي في مكة، هل يجوز لي أن أعتمر عن أحد والدي وهم على قيد الحياة أو إخوتي، علما بأنهم لم يستطيعوا الذهاب إلى هنا وجزاكم الله خيرا؟ لا، لا تعتمر عنهم، هم يجون ويعتمرون، وإن الإنسان ما قدروا يجون فهم معذورين، أما أنت ما تعتمر عنهم. نعم نعم.